عليكم أعزائي طلاب الصف التاسع الأساسي، معكم المدرسة هبة عيد من الفضائية التربوية السورية. سيكون موضوع درسنا لليوم عن الزوايا المحيطية والمركزية والمماسية في الدائرة. تذكرة ببعض التعاريف الأساسية. الدائرة هي مجموعة نقاط المستوي التي تبعد أبعاداً متساوية عن نقطة ثابتة، تسمى هذه النقطة بمركز الدائرة. أما نصف القطر فكما هو واضح معنا هو القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة ونقطة من المحيط مثل OA. القطر هو القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين من الدائرة مرورا بالمركز. أما الوتر هو القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين من الدائرة دون المرور بالمركز. إذا مر الوتر من المركز الدائرة سيصبح قطر في تلك الدائرة. أما المماس، المماس هو مستقيم كما هو واضح معنا في الشكل، يشترك مع الدائرة بنقطة مثلا النقطة A، فتعريفه هو مستقيم يشترك مع الدائرة بنقطة واحدة فقط، تسمى هذه النقطة بنقطة التماس. خواص، بعد مركز الدائرة عن مماس لها يساوي نصف قطرها، فبعد مركز الدائرة O عن المماس هو نصف القطر OA. نعلم أن بعد نقطة عن مستقيم هو عمود على ذلك المستقيم، حتما سيكون OA عمود على ذلك المماس، وبالتالي نستنتج الخاصة بأن المماس يعامد نصف القطر في نقطة التماس. أيضا من نقطة خارج الدائرة ولتكن تلك النقطة M كما هو واضح معنا، يمكن رسم مماسين لها بهذا الشكل، وتكون المسافتين بين تلك النقطة وكل من نقطتي التماس متساويتين، أي أن MA تساوي MB. أما بالنسبة لقوس الدائرة، لتكن لدينا A نقطة من الدائرة وB نقطة مختلفة عنها، نقول أن AB هو قوس الدائرة ونرمز له بهذا الرمز. إذا قوس الدائرة هو جزء من الدائرة محدد بنقطتين منها. أما بالنسبة للزاوية المحيطية، الزاوية AMB كما هو واضح معنا رأسها M، فالزاوية المحيطية هي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة وضلعيها وتران في تلك الدائرة، فنقول أن الزاوية AMB تقابل القوس AB من الدائرة. أيضا لدينا الزاوية المركزية، هي الزاوية التي رأسها مركز الدائرة، فمثلا في الشكل المجاور لدينا الزاوية AOB هي زاوية مركزية تقابل قوس الدائرة AB. خواص، قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس المقابل لها، أي أن قياس الزاوية AOB يساوي قياس القوس AB. خاصة أخرى، أيضا قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها، فمثلا الزاوية AMB الواضحة معنا في الشكل قياسها يساوي نصف قياس القوس المقابل لها وهو القوس AB، نعبر عن ذلك بهذا الشكل. أما بالنسبة للزاوية المحيطية تساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها بالقوس، فمثلا الزاوية المحيطية AMB تساوي نصف المركزية AOB، ولكن بشرط أن يشتركان بالقوس نفسه، وكما هو واضح معنا هما مشتركتان بالقوس AB. فمثلا في الشكل المجاور إذا كان AOB يساوي 84 درجة، ونواضح أن O
هو المركز، إذا هذه الزاوية هي زاوية مركزية، فسيكون قياس الزاوية المحيطية AMB المشتركة معها بالقوس نفسه وهو AB يساوي نصف تلك المركزية، أي أن AMB تساوي نصف قياس AOB، بالتعويض نصف ضرب 84، لأن قياس الزاوية AOB يساوي 84 درجة، بتقسيم 84 على 2 سيكون الناتج 42 درجة، أي أن المحيطية تساوي 42 درجة. خاصة جديدة، قياس الزاوية المركزية يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها بالقوس، طبعا استنتاجا من الخاصة السابقة، أي أن المركزية لحساب المركزية AOB سنقوم بضرب الزاوية المحيطية AMB بالعدد 2 طبعا المشتركة معها بالقوس نفسه. فمثلا في الشكل المجاور لدينا AMB زاوية محيطية قياسها 50 درجة، إذن الزاوية AOB المشتركة معها بالقوس نفسه تساوي ضعف تلك المحيطية، أي أن AOB تساوي 2 ضرب AMB، قياس AMB يساوي 50 درجة، بالتعويض سيكون الناتج 100 درجة وهو قياس المركزية. خاصة جديدة، في الشكل المجاور لدينا AMB زاوية محيطية، أيضا ACB زاوية محيطية، الزاويتان المحيطيتان كما نلاحظ مشتركتان بالقوس نفسه وهو AB، وهاتان الزاويتان المحيطيتان اللتان تحصران القوس نفسه متساويتان، أي أن AMB تساوي ACB. لدينا زاوية جديدة وهي الزاوية المماسية، ففي الدائرة المرسومة جانبان رسمنا وتر لهذه الدائرة وليكن AB، أيضا قمنا برسم مماس لتلك الدائرة في النقطة A، فتشكلت معنا زاوية تسمى هذه الزاوية بالزاوية المماسية، تعريفها هي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة وأحد ضلعيها وتر والآخر مماس، الزاوية EAB تقابل القوس AB من الدائرة كما هو واضح في الشكل. ملاحظة هامة جدا بأن الزاوية المماسية تعامل معاملة الزاوية المحيطية، فمثلا الزاوية المماسية EAB قياسها يساوي قياس الزاوية المحيطية AMB المشتركة معها بالقوس نفسه، أيضا تساوي نصف قياس الزاوية المركزية وهي AOB المشتركة معها بالقوس نفسه، وأيضا تساوي نصف قياس القوس المقابل لها. تدريب، لتكن لدينا الدائرة O ولدينا G و K و L و M نقاط من دائرة مركزها O، بحيث يكون KJL يساوي قياس الزاوية LOM يساوي 52 درجة. المطلوب احسب قياسات زوايا المثلث LMK. بداية سنقوم بوضع المعطيات على الرسم بهذا الشكل، ولنحسب أولا قياس الزاوية KML. نلاحظ أن الزاوية KML هي زاوية محيطية لأن رأسها M يقع على محيط الدائرة، أيضا هذه الزاوية تقابل القوس KL، إذا قمنا بتحديد نوع الزاوية والقوس المقابل لها. الآن سنقوم بالبحث عن زاوية أخرى تقابل نفس القوس وهي الزاوية KJL كما هو واضح معنا. نلاحظ أن كلا الزاويتين KML و KJL هما زاويتان محيطيتان تحصران القوس نفسه وهو KL، إذن هما متساويتان. نعبر عن ذلك بالشكل بأن KML تساوي قياس الزاوية KJL وتساوي 52 درجة، ونقوم بكتابة التعليل لأنهما زاويتان محيطيتان تحصران القوس نفسه. الآن سنقوم بحساب قياس الزاوية LKM. سنحدد الزاوية LKM من الشكل، نلاحظ أنها زاوية محيطية
لأن رأسها كي يقع على محيط الدائرة. أيضا نحدد القوس المقابل لتلك الزاوية وهو القوس الام. سنقوم بالبحث عن زاوية أخرى تقابل نفس القوس، وكما هو واضح معنا هي الزاوية LOM. ولكن نلاحظ أن الزاوية LKM هنا هي زاوية محيطية، بينما الزاوية LOM هي الزاوية مركزية. ونعلم أن الزاوية المحيطية تساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها بالقوس. إذن LKM تساوي نصف قياس LOM. بالتعويض LOM قياسها 52، 52 تقسيم 2 سيكون الناتج 26 درجة، وهو قياس الزاوية LKM. لا ننسى كتابة التعليل بأن المحيطية تساوي نصف المركزية المشتركة معها بالقوس. وأخيرا لنحسب قياس الزاوية KLM. KLM هي زاوية في المثلث KML، ونعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. ومن الطلب السابق استنتجنا أن الزاوية LKM 26 درجة، بينما الزاوية LMK 52 درجة. فأصبح من السهل جدا إيجاد قياس الزاوية KLM، وذلك بطرح مجموع الزاويتين 26 و 52 من العدد 180. سنقوم بجمع 26 مع 52 الناتج 78. 180 ناقص 78 يساوي 102 درجة، وهو قياس الزاوية KLM. تدريب A و B و C ثلاث نقاط من دائرة مركزها O كما هو واضح معنا في الشكل، بحيث يكون BAC زاوية قياسها 65 درجة. المطلوب احسب قياس كل من: أولا قياس الزاوية BOC. إذن لنبدأ بهذه الزاوية، سنقوم بتحديد هذه الزاوية من الشكل. نلاحظ أنها زاوية مركزية لأن رأسها مركز الدائرة. القوس المقابل لها هو BC. سنبحث عن زاوية أخرى تقابل نفس القوس، واضح أنها الزاوية BAC، ولكن BAC زاوية محيطية والمطلوب إيجاد الزاوية المركزية، لذلك سنقوم بضرب المحيطية ب 2، بحيث يكون BOC يساوي ضعفي الزاوية BAC. BAC قياسها 65، 65 ضرب 2 يساوي 130 درجة، وهو قياس المركزية BOC. لا ننسى التعليل لأن المركزية تساوي ضعف المحيطية المشتركة معها بالقوس. ثانيا طلب منا إيجاد قياس الزاوية OBC. نحدد الزاوية OBC. نلاحظ أن هذه الزاوية هي زاوية في مثلث متساوي الساقين. OBC مثلث متساوي الساقين لأن OB و OC أنصاف أقطار في الدائرة. OBC هي تمثل زاوية القاعدة في ذلك المثلث. لإيجادها سنقوم باستخدام هذا القانون: OBC يساوي 180 ناقص زاوية الرأس التي قمنا بإيجادها في الطلب السابق تقسيم 2. 180 ناقص 130 يساوي 50، 50 على 2 يساوي 25 درجة. أخيرا قياس الزاوية OCB. كذلك بتحديد الزاوية OCB نلاحظ أنها زاوية القاعدة في المثلث نفسه OBC المتساوي الساقين، ونعلم أن زاويتا القاعدة متساويتان، فبما أن OBC 25 درجة فسيكون قياس OCB يساوي أيضا 25 درجة، والتعليل لأن زاويتا القاعدة متساويتان. تدريب جديد. لدينا BC قطر في دائرة مركزها A. أي نقطة من هذه الدائرة تحقق BAE يساوي 120 درجة. احسب قياسات كل من: أولا قياس الزاوية CAE. إذن لنبدأ بهذه الزاوية. CAE
هي جزء من زاوية مستقيمة، وهي الزاوية بقاسي. نعلم أن قياس المستقيمة يساوي 180 درجة، فبطرح 180 من 120 سيكون الناتج 60، وهو قياس الزاوية CAE. ثانياً، لنوجد قياس الزاوية ECB. ECB كما هو واضح معنا هي زاوية محيطية تقابل القوس BE. الزاوية الأخرى المقابلة لذلك القوس هي الزاوية BAE المركزية، فبالتالي هذه المحيطية تساوي نصف قياس المركزية. نعبر عن ذلك بالشكل ECB يساوي EAB على 2، EAB قياسه 120، 120 تقسيم 2 يساوي 60 درجة، وذلك لأن المحيطية طبعا تساوي نصف المركزية بشرط أن تشترك معها بنفس القوس. وأخيرا طلب منا إيجاد قياس الزاوية CBE. نحدد CBE بالشكل، نلاحظ أنها أيضا زاوية محيطية تقابل القوس CE، فهي تساوي نصف المركزية CAE المشتركة معها بنفس القوس. وبما أن CAE قمنا بحسابها من الطلب السابق وتساوي 60، 60 على 2 تساوي 30 درجة، أيضا لأن المحيطية تساوي نصف المركزية المشتركة معها بالقوس. وفي ختام درس اليوم، أتمنى أن تكونوا حققتم الفائدة المرجوة، ودمتم بألف خير.